سهيل تسأل عن أوقات النهي ما هي؟ سهيل بارك الله فيك، أوقات النهي خمسة بالإجمال، خمسة. ثلاثة منها الوقت، وقت النهي فيها شديد جدا لكن الوقت قصير، قصير جدا، ووقتان النهي فيها غير شديد لكنها طويلان أيضا، يعني الوقت الأول طويل والثاني كذلك. طيب أبدأ بأوقات النهي التي النهي فيها شديد. عند طلوع الشمس، لما تبدأ الشمس بالبزوغ والطلوع والإشراق، ها هذا أشد وقت من أوقات النهي، لأن المشركين يسجدون لها، وتطلع بين قرني شيطان حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة ينتهي وقت النهي، يبدأ صلاة الضحى. الوقت الثاني عند غروب الشمس، لما تبدأ الشمس تغرب يبدأ قرص الشمس يغيب، هذا من أوقات النهي الشديدة، لأن المشركين يسجدون لها ولأنها تغرب بين قرني شيطان. الوقت الغروب قليل جدا، يختلف عن وقت الشروق، تقريبا دقيقة دقيقتين ينتهي الوقت، ولذلك يشرع تعجيل صلاة المغرب. الوقت الثالث عندما يقوم قائم الظهيرة، تصبح الشمس في كبد السماء قبل أن يعني تتحرك إلى جهة الغرب، إلى جهة الغروب، هذا وقت قليل، وهذا الوقت تسجر فيه النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، هذا لا يجوز فيه الصلوات. الوقت الرابع من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي، لا بفعل المساجد، واضح؟ بفعل المصلي، يعني بعض الناس يصلي بعد نصف ساعة، بعد 45 دقيقة في الوقت، فإذا صلى المصلي صلاة الفجر بعدها ما يصلي تطوعا أو تنفلا، وإنما يقضي سنة راتبة مثلا، أو يقضي فريضة فائتة. الوقت الثاني من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، بفعل المصلي يعني، وليس بفعل المساجد، يعني أحيانا بعض الناس يصلي العصر بعد ساعة في الوقت، في الوقت لو صلى قبل العصر سنة قبل صلاته ما في شيء، من يصلي الفرض بعد الفرض يتوقف عن النفل المطلق، بارك الله فيكِ.